ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، ومعانا فقرة مهمة جدا مكملة للفقرة الأولى، بتفيد برضو البنات وكل العرايس اللي فرحها قرب واللي حابة أنها تظهر بشكل مميز وبإطالة مميزة وبتألق بفستان زفافها، لأن ده اليوم الوحيد اللي بيبقى يعني ده ليلة العمر زي ما بيقولوا. فاحنا عشان كده جبنا مش أي حد، جبنا ناس متخصصة، وهي أستاذة رباب عبد الغني صاحبة مجموعة أتليهات ببنها، هي منورانا النهارده. ازيك يا استاذه ربوب، عامله الحمد ايه؟ لله تمام منوراني في مفاتيح السعاده. تمام في البدايه كده عايزين نعرف نصايح للعرايس عن فستان الزفاف، يعني ادي لهم نصايح كده. بتبقى العروسه جايه لك بتبقى عايزه فستان بتظهر بيه بشكل جميل وانيق وباطاله مميزه، وفي نفس الوقت يعني احنا عارفين وبنسمع على الاسعار اللي بتبقى يعني اوفر، فاحنا عايزين نقدم حاجه كويسه وفي نفس الوقت باسعار متداوله كل عروسه تقدر انها تتمكن من ده وانها تعمل ده. والله هي الاسعار دلوقتي انت عارفه الاسعار غاليه جدا اوفر جدا، فبالنسبه للاسعار كعندي انا غير اي حد، فاحنا بالنسبه لاي حد اسعارنا متداوله يعني. تمام. برضو بالنسبه للفستان العروسه دي اهم ليله للعروسه، صح، اهم يوم ليها هو يوم زفافها. فبالنسبه للفستان، الفستان لازم يكون متناسق مع جسم العروسة مع شكلها، أهم حاجة لازم تيجي تختاره قبل أي حاجة، حتى قبل الميك اب الارتست، قبل القاعة، تختار يوم فرح الفستان. طيب هو حاليا في اللون الابيض واللون الاوف وايت، فانهي مثلا الاحلى او ازاي العروسه تختار بناء على ايه تختار اللون الابيض او الاوف وايت؟ على الموضة، الموضة هي اللي بتقول ابيض اوف وايت، ودلوقتي في سيلفر، في شامبين نازلين جداد جدا برضو، اللي هو السيلفر نازل اجدد من الشامبين والاوف وايت. ده الفساتين الايه؟ الزفاف. الزفاف. تمام. دي بالنسبه للزفاف، هي نازله اوف وايت وابيض وسيلفر وشامبين. جميل. طيب احنا دلوقتي حضرتك بتصممي فساتين، يعني في مصانع مخصصه بتطلع الدريستات اللي خاصه بالاتيليه بتاعك، صح؟ طيب يعني بالنسبه للدريستات طبعا دريستات يعني سواري وزفاف، وللمحجبات والغير محجبات، والغير محجبه الاثنين، حتى لو ديزاين محجبات ينفع مش محجبات، بنعمله الديزاين يمشي مع الاثنين، تقفليه على اساس ان هو يناسب المحجبه والغير محجبه. انت يعني جايبه لنا دريسات النهارده وهميه، مش عايزه اقول لكم، يعني احنا دلوقتي معانا استاذه ايمان هتدخل الموديل. اتفضلي. ايه الجمال ده؟ كلمينا بقى عن الدريست ده. والله الديزاين ده اسمه ساك اكستنشن، ولا هو ساك ولا منفوش، يعني يمشي مع عروسه خطوبه، سواري، اخت العريس، اخت العروسه. الديزاين لسه نازل جديد والوانه جديده، يعني الديزاين اللي هو كحلي في بيجات درجات دي لسه نازله. جميل جدا. ويناسب محجبات وغير محجبات. وغير محجبات، لو مش محجبه ممكن عادي تلبسه بالكم وتلبسي البادي تحتيه، لو عايزه تلا كم خالص بنقفله احنا اوف شولدر، كاب، حسب اللي هي عايزاه، احنا بننفذه لها اللي هي عايزاه. ونازل منه الوان كتير، يعني لو موجود بجد عندي وهمي. في الاتيليه كذا الدرجه له، حلوين جدا والوان وهميه. طيب بالنسبه لو محجبه هتلبس طرحه لونها ايه؟ لو محجبه بيج، بيج لون الارضيه، الارضيه بتاعه الفستان، عشان لو نفس درجه الفستان اللي هو الكحل الكتير هيقفل الفستان، هيقفل بشرتها اكتر، صح؟ فالبيج هينور الفستان. لا ما شاء الله تحفه، جميل جدا. الاكستنشن ده تركيب؟ ما لا هو تركيب، مش فك و مش فك و منه في فيه يعني. رائع الفستان. شكرا شكرا استاذه ايمان. تمام. طيب بالنسبه احنا اتكلمنا عن فساتين الزفاف، طيب بالنسبه للدريسات السواري، يعني كلمينا عن دريسات السواري اللي عندك. دريسات السواري زي اللي هي كانت لابساه كده، في منه ديزاينات كتير، في ساقات بتبقى محجبات ومغير محجبات، انا بتكلم على الاثنين يعني المحجبات والغير محجبات، في ساقات، في قصير، في دريسات السواري لو هي خطوبه، عروسه خطوبه، فبت
طب حاجه مش منفوش او ما بقاش موضه المنفوش وبيجيبون، ما بقاش دلوقتي السوري، النظام السوري، خطوبه في البيت في اوبن اير، بتبقى ديزاين ده نزل جديد وهو موضه دلوقتي شغال السنه اللي فاتت والسنه دي ان شاء الله. بالنسبه للدريستات السوري الموضه الالوان، الالوان الكحلي، الكحلي بيجات زي اللي شفناه، الكحلي والبيجات او الاسود برضو ترند، الاسود برضو نازل ترند حلو جدا. الاحمر بس مش قوي، في لافندر، الاوف وايت نازل خطوبه وحلو مكسر الدنيا يعني ترند برضو الاوف وايت كخطوبه وزفاف وكاتب كتاب كمان. جميل جدا، حلو يعني. واللافندر برضو، اللافندر طبعا يعني لافندر من اقوى الالوان يعني، لافندر من اقوى الالوان اللي نازله ترند. جميل جدا. كلمينا يعني السي في بتاعك ما شاء الله، صاحبة مجموعة أتليهات في بنها، فكلمينا عن الأتليه، أسماء الأتليه. والله وفي أتليه بنت الأكابر، ده يعني الحمد لله معروف جدا اسمه، واو بصراحة بنت عجبني جدا، واختيار زوجي برضه هو اللي مختار الاسم بتاع بنت الأكابر. وعندي فرع تاني اسمه فايت في بنها برضو، في نفس المكان بعيد عنه شويه بس في بنها. هو اللي حابب يتواصل مع استاذة رباب موجود الارقام التليفونات هتظهر على الشاشه والعنوان اللي حابب ان هو يتواصل معاها. تمام كملي. دي بالنسبه الحمد لله اتيليه يعني مش كتير فاتحه يعني بس بقالك قد ايه؟ في بنت الاكابر سنه، فوق فوايت اربعه. بنت الأكابر في المجال اصلا عموما في المجال يعني 7 سنين. 7 سنين ما شاء الله. طبعا انا عايزه اعرف ليه تحديدا المجال ده حباه، يعني مش هو بيزنس وخلاص، لا هو كهوايه كمان. يعني انا لو انا الفستان مش عاجبني انا ممكن اخليه ديزاين جديد عشان انا حابه المجال، فهخليه تخترعي بقى. طبعا هطلع كل ما عندي في الفستان، ممكن اخليه يتلبس السنه دي والسنه الجايه كموديلات بغير انا فيها. تمام جميل جدا. في العرايس اللي بتقابلك اكيد بتبقى يعني ايه، كل بقى عروسه بيبقى لها يعني بتبقى مثلا رفيعه، اللي بتبقى وسط، اللي بتبقى مليانه شويه، فعايزين نعرف ازاي العروسه لو حابه انها تختار فستان زفاف اولا بتختار الفستان، او نصايح ليها تختار الفستان بناء على يعني بتدي شكل مناسب متناسق مع جسمها ازاي. هي اصلا العروسه لازم تختار فستان قبل مناسبتها من 6 لـ9 شهور. ياه. لازم، عشان شكل جسمها بيتغير. فلما شكل جسمها يتغير في يعني الوقت يكون مساعد ليها ان هي تقدر تجيب فستان اللي هي عايزاه. ده بالنسبه للتوقيت يعني لازم، مهم جدا بالنسبه لاي عروسه. طب ما ممكن الست 9 شهور دول مده كبيره ممكن انها تخس فيهم. ما تخس عشان تعرف تجيب فستان اللي هي عايزاه. انا مش بقول هتحجز من 6 لـ9 شهور. هي تعرف تظبط فيها المده بتاعتها. لا عشان تعرف تلبس الفستان اللي عايزاه، فخلاص هي هتقرر في المده من 6 لـ9 شهور ان هي خلاص بعد الـ9 شهور ان شاء الله هيبقى فرحها. فتعرف تختار شكل فستانها عليها هيبقى عامل ازاي. بس طيب لو هو فستان بقى ده، لو فستان زفاف، لو فستان سواريه تنصحيهم بايه؟ لا فستان سواريه يعني لو هي مليانه مش هتاخد الساقوت، هتبعد خالص عن الساقوت اللي هي تبين الجسم، ممنوع خالص. لو تاخد بقى منفوش برنسس، في موديلات نازله للمليانين. بالنسبه لو هي نحيفه فدي طبعا فرصها كتير، يعني تلبس بقى المنفوش، الساقات، هيليق عليها اي حاجه. طيب هي بالنسبه لو عروسه او بنوته مليانه، الدرس لما يبقى منفوش مش كده هيبين يعني هيبقى، ما عشان كده قلت تبعد خالص ان هو ما يبقى منفوش. لو هي مليانه تبعد عن منفوش. امال ايه بقى تلبس؟ برنسس، في موديل اسمه برنسس، مش صك مش منفوش. ان هو بيجي على المكان المليان يدي برنسس كده، فيدي شكل فستان يليق معاها، مع شكلها ومع جسمها، فما يبينش انها مش هيبين مليان. خالص جسمها هو النظام يعني الموديل ده اسمه برنسس نزل للبنات دي. هل يعني بتديها نصيحه ولا انت بتسيبيها تختار اللي هي عايزاه؟ النصيحه مش بتبقى في وقتها يعني. هي خلاص جايه اوريدي ان هي هتحجز فستان. فانا رايي انا اللي بقوله لها. في عرايس بتاخد بيه وعرايس مش بتاخد. يعني في عرايس بس لازم العروسه مثلا تبقى جايه مش معاها كذا حد يشتت افكارها.
مش هينفع كتير من صحابها واهلها كتير يقولوا او رايهم في الفستان. تاخد بس انت اقرب عن الناس خبرة ليها. اه طبعا تاخد نصايح. اقرب الناس ليها. تمام. معانا الموديل، معانا الدرس تاني. يجنن خطير الاسود، حلو قوي قوي قوي. الديزاين ده انا اللي عاملاه، بجد ما كانش ديزاين المصنع. هو كان عمل لي بس الجوميه بتاع القماشه الفستان، بس كل فكره اي فكره اللي فيه افكاري انا، ما شاء الله. انا مزوداها للفستان، تحفه بجد والله. فكره الصدر وفكره الاستراس اللي على الفستان واللون كمان، ما كانش اللون ده طالع. وطبعا الاسود ترند، والخطوبه خطوبه حلوه جدا برضه. حلو قوي. وبرده ينفع محجبات وغير محجبات؟ غير محجبات طبعا. طيب نشيل الكم خالص، نعمل اوف شولدر قب. ممكن نعمله محجبات متقفل، متقفل ما يبانش حتى الدراع، وهاي نيك بالرقبه. هيكون ساده بقى ولا فسوس الفستان تمشي على كمان موجوده. كمان في عرايس متحبش تلبس الكم ساده. نفس شغل فستانك. جميل قوي. طيب لو محجبه وحابه انها تلبس دريس زي ده، طرحه بقى تكون لونها ايه؟ والله احنا بنرجح لو هي خطوبه مش هتنفع تلبس الاسود. طبعا عشان مش هينفع الاسود خالص، هيقفل تماما. فبيج نزل حلو قوي مع الاسود. السيلفر الوان الكافيهات كلها، الوان الكافيه كله واخد من من الاسترس. ولو الشوز الهيلز بتاعتها كافيه والطرحه كافيه خلاص بتحفه. والدراع كمان ممكن تلبس البادي التول كافيه. كافيه جميل قوي. وهو طبعا موجود بقى كل الوانه في الاتيليه، كل الالوان يعني كل الاحمر الجراي المنت جرين كل الوانه موجود. هو يعني مكسر حلو جدا يعني ترند. تقدري توفري الالوان على حسب اختيار العروس او المقاسات. تمام. الوان والمقاسات. جميل قوي. اتفضلي. شكرا. لا اسود خطوبه برضو دلوقتي ترند خطوبه. والطرحه كمان سودا. في عرايس بتحب تلبس في عرايس تحب تلبس الاثنين. كله يبقى اسود. حلو قوي. التصاميم اللي بتقدميها او اللي بتعمليها دي بتكون يعني بتصمميها بناء على ايه او على اساس ايه؟ هل انت مثلا درستي كورسات او حاجه تاهلك للمجال اكتر؟ اكيد اكيد لازم اكون درست كورسات، واكيد قريت كتير عن المجال، واكيد هوايه مني اللي انا اكيد عارفه. هوايه؟ اكيد لازم تبقى هوايه. بس مش هتحبي المجال لازم تكون هوايه. صح. مش واخداه بيزنس. انا واخده المجال هوايه بس عشان تبدعي فيه طبعا وتلاقي نفسك فيه. دي يطلع زي بشكل شفتي فيها. لا ما شاء الله بجد دراسات تحفه جدا، جميل قوي. وفي الزفاف برضو، في الزفاف يعني الفستان الزفاف لما بيجي غير طرحته، مش بيجي مع طرحه. الطرحه تتعمل من نفس شغل فستان الهاند ميد، فانا بطلب من المصنع تجيب لي نفس الشغل وانا اللي بشتغل الطرح للفستان. في عروسه تيجي تقول لك لا انا باخد الفستان بطرحته، نعملها نفس شغل الفستان على الطرحه. تحسي كله متلائم مع بعض. جميل قوي. بتقدري توفري ده في الاتيليه للعروسه طبعا. بالنسبه من دريس من فستان زفاف لطرحه لايه تاني؟ الاكسسوارز بتاعه الفستان بقى، التاج، الهيربيس، الحلق. في دلوقتي نزل برضو الترند مع الاحسن من التاج الهيربيس بقى. ده مع الفستان، يبقى الطرحه والتاج والهيربيس. احنا معانا الصور معروضه على الشاشه. الصور تصميمات استاذه رباب جميله جدا موجوده معانا. ممكن تكلمينا عن الدريستات المعروضه؟ الدريس ده من الكوليكشن الجديد، يعني انا جبته لك وانا لسه اصلا ما حطيتوش في الاتيليه. تصميمات حصريه لبرنامج مفاتيح السعاده. يعني يا جماعه ده برضو بصي مكتوب عليه بص برضو سون، يعني ان شاء الله قريب جدا في الاتيليه. برنسس. ده موجود بالفعل، ده موجود، وبلوجر هي اللي لابساه. لا والشابوه بقى جامد طبعا. مش انا قلت لك الاسود ترند، شابوه بالجلافز بال خطير ده برضو. الكحلي التوليات رجعت تاني موضه زي الاول، يعني هي كانت موضه من 5 سنين، رجعت تاني نازله اليومين دول. تحفه السنه دي.
وده برضو لسه ده نازل خطير جديد قوي، بقى بس للاسف ده ما ينفعش غير غير محجبات ولا ايه؟ محجبات وغير محجبات، لو اتلبس تحته يتلبس ونازل زفاف تحفه قوي. منه الزفاف كمان، ده الكحلي ده كحلي في بيج اللي بس شفناه من مش شويه، اللي شفناه، مش ده لا شكله؟ مش ده، هو شبهه جدا بس مش ده، ده ديزاين صح. وده ديزاين، ده اللي هو لسه جديد في الكولكشن الجديد ان شاء الله، تحفه قوي بصراحه. ده زفاف يعني، بدل العروسه بتبقى دلوقتي مش عايزه بقى عامله فرح وهي عامله اوبن اير وسيشن، فمش عايزه فيناسب. حاجه جيبون وحاجه وديل كبير، فنزل الكوليكشن ده. دي عروسه برضو ميك اب وفستان، رهيب نيو ده، كوليكشن، رهيب قوي. نيو كوليكشن تول برضو كاتب كتاب، واو. شابو برضو نزل اسود، شابو الجلافز، لا بصراحة يعني ملوك اللي تلبس دريس كده بالتصميم ده بالشكل لا ده. هو ما شاء الله، انا جبت لك الكوليكشن الجديد يعني، يعني انا منزلاك الكوليكشن لسه بنحضره للموسم السيزون بتاع الصيف، جميل جدا، فده كوليكشن ان شاء الله يعني في الاتيليه قريبا جدا. بالتوفيق يا رب ربنا دايما، يخليك، ودايما كده تصميماتك يعني ان شاء الله قريب توصل ان شاء للعالمية. الله يا ريت، ان شاء الله ربنا يخليك. انت طموحك ايه بقى بالنسبة في المجال؟ والله انا كلمينا طموحي عن، كبير جدا في المجال، واضح عليك. كبير، بصي ماليش طموح، ماليش اخر يعني، الحمد لله يعني، دي حاجه انا عايزاها يعني، كل شويه بحاول ابقى حاجه اكبر يعني، السنه دي غير السنه الجايه يعني، دي انا حباها في نفسي يعني كمان يعني، انا حابه اكون السنه الجايه بدل هيبقى 3 فروع هيبقى 4 ان شاء الله، في ما شاء اماكن الله، مختلفه بقى ان شاء الله. ان شاء الله. كلمينا عن الدعم، مين بيدعمك في المجال؟ اكيد بتلاقي عقبات اكيد ومشاكل وصعوبات كتير، فبتحتاج ان حد يدعمك، والله، فاكيد. هو اول واحد بيدعمني هو زوجي يعني، هو اول واحد ايوه من اول حاجه هو واقف معايا يعني، في دعم اخواتي برضو يعني، ليه اختين برضو واقفين معايا في نفس المجال مسندني برضو، لو في اي حاجه بلاقيهم واقفين معايا. طبعا انت اكيد بتلاقي صعوبات، اكيد طبعا لازم تقعي، لازم، مش هتتعلمي من اللي جاي غير لما تكوني وقعتي وتعلمتي منها بس. طيب ايه اكتر مشكلة قابلتك مع، او صعوبات قابلتك مع عميلة، سواء جاية لدريس زفاف، دريس سواري، يعني ايه اكتر موقف حصل؟ اكتر موقف كان لسه حاصل من شهر، كان في عروسة كانت مأجرة من الدريس بتاعها من اتيليه، وجات لي يوم الفرح ازاي عايزه فستان دلوقتي، عايزه فستان دلوقتي، ده خلاص حطيتك خلاص قدام بقى الامر الواقع. فستانها باظ في الاتيليه التاني اللي راحت، لقيته باظ خالص بالفعل، وطبعا منهاره وكل اللي معاها منهارين يعني، خلاص فرحها كمان ساعتين المفروض تبقى اصلا في الميك اب يعني، الحمد لله قدرت اوفق لها الفستان، وخرجت من عندها بتضحك، هي دي كفايه عندي، مش استغلال بقى انا خلاص بقى هدخل وجات لي دلوقتي اكيد هتاخد من عندي وبالسعر اللي بقول عليه، لا بالعكس، هي الحمد لله انا برضه، بس المهم تبقى خارجه من عندي خلاص، هي مبسوطه. دي اللي انقذتني بس. مبسوطه. احنا معانا الدرس الثالث. يعني بصي كل مره انا بتفاجئ بالدرس الاحلى اللي الاحلى قبله، يعني ما شاء الله. لا ده رهيب قوي 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 الديزاين ده بصراحه جديد يعني، برضه، هو بقى مش ولونه ديل تحفه خالص، جدا، لا ما يجنن فيهوش قوي. ديل، يعني حتى اللي بالنسبه للبنات اللي كله هي مش حابه دوران الديل، بالظبط، في عرايس بتبقى جايه قصيرين مش عايزه ديل وفي اللي ولخمه مش بقى بيحب، ايوه النات بالظبط، الخامه عايزه حاجه الدنيا بسيطه، الخامه. وهو اصلا كله هاند ميد يعني، واللون بتاعه جديد لسه نازل برضه، عشان كده بقول لك جايبه تحفه لك قوي. الكوليكشن معايا، نازل برضو في الاتيليه بالوان كتير يعني، نازل منه البيبي بلو حلو جدا الدرجه بتاعته، مش نازل بقى السيلفر تاني، مش ترند، مش جديد، مش على الوان الموضه. لا بجد تحفه. طيب لو يعني محجبه بقى هتبقى الطرحه لونها ايه؟ نفس الدرجه، نفس نفس الدرجه عشان الدرجه بالظبط، الشغل اللي فيه. والهيلز بتاعتها نفس الدرجه. تمام. انا بشكرك جدا يا استاذه ايمان، اتفضلي. وحاجه سريعه بقى، انا يعني انت قلتي لي قبل الحلقه انا محضره حاجات مفاجاه قويه للمتابعين، مفاتيح السعاده. اكيد انت، انا قلت لك يعني، اتفضلي بس قولي. ان شاء الله يعني في خصومات من خلال البرنامج، الخصومات دي طبعا انا مش هقول عنها كام، بس هي فعلا في خصومات هتحصل في الاتيليه دي بالنسبه لعيد الام،
لاخر لحد اخر شهر 3، مش هخليها لحد عيد اليوم عيد الام، ممتده لحد اخر شهر مارس ان شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان هي هتفاجئكم بخصم كبير، بس هي خصم يعني كبير فعلا. ان شاء الله تنوروها وتقدم لكم تصميمات وعروض حلوه جدا باللي احنا شفناه ده، يعني حاجه هايله ما شاء الله عليكي. انا بشكرك جدا جدا يا استاذه الرباب على وجودك معايا، وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه باذن الله. ومشاهدينا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكركم والى اللقاء، انتظروني يوم الثلاثاء الجاي الساعه 2 عصرا. مع السلامه.